بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم جميعا. انتهى لي عندكم ترجمة؟ Do you have translation؟ انتهى لي تو مؤتمر الاستجابة السريعة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة، والذي التأم بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس. 69 دولة و63 منظمة إقليمية اجتمعت اليوم لترسل رسالة واضحة واحدة: أن العدوان على غزة يجب أن يتوقف، أن الكارثة الإنسانية يجب أن تنتهي، أن مسؤولية معالجة هذه الكارثة ووقفها وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة التي تتعرض لهجوم وعدوان ومأساة إنسانية غير مسبوقة يجب أن تنتهي. وكان هنالك تأكيد على ضرورة أن يكون هنالك استجابة دولية فاعلة وفورية لتزويد غزة بكل ما تحتاجه من مساعدات، ولضمان توزيع هذه المساعدات داخل غزة، ولحماية المنظمات الأممية المسؤولة عن إيصال هذه المساعدات. بالتأكيد نحن أكدنا دوما ونؤكد الآن أن إنهاء الكارثة الإنسانية يتطلب أساسا إنهاء العدوان على غزة. ما لم يتوقف العدوان ستستمر هذه الأزمة بالتفاقم، لكن ما نعمل عليه هو التأخيف من آثارها بقدر المستطاع، وهذه مسؤولية دولية مشتركة. ما تقوم به إسرائيل من استخدام لتجويع سلاحا هو خرق للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني. وضع الإعاقات والعقبات أمام إدخال المساعدات، سواء معبر إدخال المساعدات الرئيسي في رفح أو عبر المسار من الأردن، أيضا خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. والاستمرار في العدوان هو جريمة حرب كارثة لم يشهد المجتمع الدولي مثيلا لها على مدى عقود. بالنهاية موقفنا واضح، يجب أن يتوقف العدوان فورا، يجب أن تفتح جميع المعابر وتزال جميع العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية، ويجب أن يكون هنالك جهد دولي حقيقي لحل جذر الصراع وهو الاحتلال، حتى لا تتكرر هذه المأساة. لن ينتهي الصراع ما لم ينتهي الاحتلال، هذه هي الحقيقة التي نريد للعالم كله أن يدركها وأن يعمل من أجل تحقيقها. وما نطرحه جميعا هو حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، ولتعيش المنطقة كلها بأمن وسلام، وكي لا يرى العالم مرة أخرى هذه المشاهد اللا إنسانية التي نراها تتكرر يوما بعد يوم في غزة. فالرسالة اليوم كانت واضحة، الكل من تحدث متفق على أن يجب أن يكون لك جهد أكبر لمعالجة الكارثة. الدعوة لوقف إطلاق النار دعوة مشتركة من الجميع، والتأكيد على أهمية دور منظمات الأمم المتحدة وإتاحة المساحة التي تحتاجها للقيام بدورها أيضا قضية أساسية. وأكد and giving them space to practice their role. This is also a basic issue. And there was a full response. تمتلك الخبرة والمعرفة والقدرات على مساعدة شعب كامل يرزخ تحت عدوان غاشم همجي دمر أكثر من نصف غزة، شرد أكثر من 80% من أهلها، دمر مدارسها ومساجدها وكنائسها ومستشفياتها، وحرم أهلها الماء والغذاء والدواء والطعام وكل ما يحتاجونه ليعيشوا بكرامة مثلهم مثل بقية شعوب العالم. اليوم كان يوما شهدنا فيه حشدا دوليا كبيرا للوقوف إلى جانب الحق، للوقوف إلى جانب الإنسانية، للوقوف إلى جانب القانون الدولي. وهذا جهد جلالة الملك مستمر بالقيام به، فخامة الرئيس مستمر بالقيام به، هذه أولوية بالنسبة لنا في الأردن ومصر، ومستمرون في جهودنا المشتركة التي لا تستهدف فقط كما قلت إنهاء العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية، ولكن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، مع التأكيد مرة أخرى
على أننا سنتصدى بكل إمكاناتنا لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من بلدهم، وعلى رفض أي محاولة لاقتطاع أي جزء من غزة أو فرض أي سيادة إسرائيلية على غزة، ونثمن عاليا الدور الكبير الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها أيضا، والذين ضحوا كثيرا، وهذا العدوان شهد أكبر عدد من موظفي الإغاثة الإنسانية يقتلون بدم بارد ويستهدفون في وضح النهار وبكل عدوانية وبدون أي اعتبار للقانون الدولي. كان هنالك بيان رئاسي صدر عن الرئاسة المشتركة للمؤتمر الذي انعقد اليوم، وسيقوم السيد مارتن جريفيث بعرضه عليكم، لكن قبل ذلك أعطي الحديث لأخي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة معالي سامح شكري. أخي سامح، الحديث لك، تفضل. شكرا جزيلا معالي الأخ أيمن، ومساء الخير، وبسم الله الرحمن الرحيم. تأكيد أن انعقد هذا المؤتمر بدعوة من جلالة الملك عبد الله وفخامة الرئيس السيسي وأمين عام منظمة الأمم المتحدة، يأتي في إطار شعورهم بالمسؤولية واطلاعهم منذ اندلاع هذه الأزمة وما أتت بها من أضرار بالغة على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية. كان يقتضي النهوض لعقد هذا المؤتمر للتعامل مع هذه الأزمة الكارثية وما أتت به من نتائج مأساوية، وتحفيز المجتمع الدولي بأن يطلع بمسؤوليته. وانعقد هذا المؤتمر ونشهد التوافق الدولي الواسع والمشاركة على مستوى رفيع، والتوافق الدولي فيما يتعلق بضرورة إنهاء الأعمال العسكرية والعدوان، توصيل المساعدات وتكثيف دخولها إلى قطاع غزة، العمل على توفير كل ما هو مطلوب، وأهمية فتح المعابر، تمكين معبر رفح من العمل مرة أخرى، واطلاع إسرائيل بمسؤوليتها القانونية كدولة احتلال، ومراعاة واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يستمر انتهاكه بشكل ممنهج وبشكل يجب أن يتوقف العالم والضمير العالمي إزاء هذه التجاوزات، إزاء هذه الخروقات للقانون الدولي الإنساني. انعقد هذا المؤتمر أيضا في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن ما دعا إليه من وقف إطلاق النار المستدام والعمل على احتواء التداعيات وفتح القنوات وصول المساعدات. سوف يستمر التنسيق الوثيق فيما بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية ومنظمات الأمم المتحدة، التي طلعت بدور في الحقيقة شجاع. كثير من العاملين في القطاع الإنساني فقدوا أرواحهم ويستمرون في العمل في ظروف قاسية لم يشهدها العالم. كل ما حدث من قتل ومن تدمير شيء غير مسبوق في إطار كثافته، في إطار أثاره، وأنه قرار مجلس الأمن له وضع إلزامي، وعلى الجميع أن يحترم مراعاة للمنظومة الدولية ومصداقيتها. ولئما فقد المجتمع الدولي الأسس التي بني عليه النظام العالمي والقواعد الدولية التي تحكم العلاقات وتسير العلاقات فيما بين الدول والعلاقات إزاء المبادئ والمثل المشتركة. مرة أخرى نشكر المملكة الأردنية الهاشمية على حسن التنظيم واستضافة المؤتمر هنا في البحر الميت. التنظيم كان أكثر من رائع، وأتاح الفرصة لتداول واسع فيما بين المشاركين، ولتأكيد التوافق القائم حول ضرورة التعامل، وأن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال حتى يكون هناك الأثر المرجو على هذه الأوضاع المأساوية، وأن ننتقل من هذا العدوان والحرب إلى الوقف الكامل لإطلاق النار، دخول المساعدات، منع أي سياسات تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وأيضا الإطار السياسي الأوسع بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية. أن الأمن لن يتحقق
طالما يحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، أمر لابد أن يتحقق. نرى تزايد عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية، فالأمن يتحقق للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من خلال الوفاء بهذه الحقوق وإقامة الدولة. لا، التجارب على مدى السبع عقود الماضية أثبتت دون العمل في هذا الإطار سوف يستمر معاناة ليس فقط الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ولكن المنطقة بأكملها. شكرا جزيلا. شكرا. معي الأخ سامح. أخي سامح، مارتن، the floor is yours please. Sure. Thank you very much. First of all, thank you very much, Eamon, for this. Also, Samir, it's a very considerable privilege to be part of this important day. Our thanks from my Secretary General goes to King Abdullah and President El-Sisi. من الأمانة العامة إلى الملك جلالة الملك وكذلك إلى الرئيس السيسي لاستضافة هذا المؤتمر والدعوة إليه ومراقبة المعايير والحديث عن المعايير المهمة، وهو ما التقينا من أجله، والعمل والدعوة حيث توصلنا إلى تضامن تقريبي في القاعة من المجتمع الدولي، وذلك كان مهم بشكل كبير. وكذلك الدعم لأهل غزة ولأهل فلسطين حيث أنهم يستحقون المستقبل الجيد الذي يعطى لهم حسب القوانين العالمية. وأريد أن أقول بعض كلمات حول بعض التحسينات التي نحن بحاجة إلى أن تتم بناء على النقاشات التي كانت لدينا اليوم. أولا، احترام القوانين الإنسانية الدولية. تم التأكيد على هذا الأمر من قبل العديد من المشاركين في الاجتماع هذا اليوم، والخروقات التي تمت لهذه القوانين خلال الثمان أشهر السابقة من هذا النزاع، والقانون الإنساني الذي كنا نؤسسه لعدة سنوات وهو من أجل حماية الناس الذين يعلقون في هذه الحروب والنزاعات ومن أجل التأكد من سلامتهم ومن سلامة وأمن العاملين الإنسانيين أثناء عملهم. ثانيا، رفع كل الحواجز من أجل أن يكون هناك توفير آمن للمساعدات الإنسانية وبشكل واسع بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2720. كما أشار سيد أيمن إلى هذا الأمر أن تكون هناك تقديم مساعدات عبر البر، وكذلك يمكن توسيع هذه المساعدات في قطاع غزة هذا اليوم، وأن يكون هناك كذلك تمويل للمنظمات الإنسانية حيث أن الأمم المتحدة قد وضعت التماسا من الآن وحتى نهاية السنة نحن بحاجة أن يتم تمويل هذه المساعدات، وكذلك أن يكون هناك تعزيز للملاجئ التي تقدم لهؤلاء النازحين، كذلك الحركة من أجل أن يكون هناك عملية إعادة بناء والتي ستكون مهمة كبيرة جدا وهي بحاجة إلى كل المنظمات، وهذا أيضا ما ناقشناه هذا اليوم. ولأول مرة أعتقد الأمر بهذا الحجم من المنظمات، وكذلك فيما يتعلق بمنظمة أونروا، منظمة الغوث للاجئين الفلسطينيين، عدد الزملاء الذين ماتوا من أونروا في أثناء القيام بواجبهم هو عدد كبير جدا. وفي الحقيقة كما قلت اليوم كان هناك الكثير من القتل لعاملي الأمم المتحدة في غزة في هذا النزاع، أكثر من كل عدد الذين قتلوا من منظمة الأمم المتحدة في كل أنحاء العالم، وهذا أمر يثير الخزي وصادم جدا لنا. لذلك فنحن
نحن بحاجة إلى دعمهم. وبالتأكيد زيادة الجهود للتعامل مع المشاكل الأخرى الناتجة عن هذا النزاع. وقد رأينا بعض الأدلة لهذا الأمر. ونحن بحاجة أن يكون هناك وقف إطلاق النار. هذا ما كنا ندعوه لعدة أشهر. ندعو إليه لعدة أشهر. وربما شاهدنا بعض التقدم. نحن بحاجة كأمانة عامة للأمم المتحدة أن يكون هناك طريق نحو الحل الأمني. وهو أن يكون هناك حل الدولتين. وأن يكون هناك سلام في المنطقة. وهذا الأفق هو يعتبر أفقا أساسيا. وهو ما نعمل عليه. أو العنوان الذي نعمل عليه. وأخيرا آمل أن هذا المؤتمر في هذا اليوم أن يكون فريدا من نوعه بالطريقة التي تعامل بها مع المشكلة التي تعاني منها غزة. بالإضافة إلى معاناة الفلسطينيين في مناطق أخرى من المنطقة. دعونا نأمل أن هذا سيكون بداية جديدة. الجميع في تلك القاعة. وأعتقد كلكم سمعتكم الحاجة إلى أن يكون هناك حلا يختبر. والذي سيشكل فرقا من أجل أن نتأكد أن الفلسطينيين سيشعرون إلى ما يحتاجونه وما يستحقونه. شكرا. Thank you very much. Now we have some time for a few questions. السلام عليكم. على إعلان قناة المملكة. معالي الوزير أيمن الصفدي، بتقديركم كيف سيسهم هذا المؤتمر الذي عقد اليوم بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة وبالمساهمة بوقف إطلاق النار بظل التعنت الإسرائيلي والقتل الإسرائيلي لفلسطين كل يوم وعدم التزامه بأي قرارات دولية؟ شكرا. المؤتمر اليوم هو دعوة للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة. اليوم كان هنالك جانبان. كان الجانب الذي عبر عن مواقف الدول، الذي عبر عن مواقف الدولتين الداعيتين الأردن ومصر في ضرورة وقف العدوان بشكل فوري، بضرورة رفع كل العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفتح جميع المعابر، وضرورة تمكين منظمات الأمم المتحدة من القيام بدورها دون خطر القتل أو الموت أو الإعاقة. وكان هنالك أيضا جانب عملي، حيث استمعنا من هذه المنظمات التي تعمل على الأرض عن التحديات التي تواجهها، وخرجنا بمجموعة من القرارات التي تدعمها كل الدول والمنظمات التي حضرت حول كيفية توفير الظروف التي تسمح لهذه المنظمات بالقيام بعملها. كان أيضا هنالك تقدير للاحتياجات الحقيقية على الأرض، المساعدات التي نحتاجها، الشاحنات التي نحتاجها حتى نستطيع أن نوصل المساعدات إلى غزة، الشاحنات التي تحتاجها المنظمات الأممية داخل غزة حتى تستطيع أن توصلها. فكان هنالك شقان، شق سياسي أكد المواقف الثابتة حول ضرورة وقف العدوان وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحترام حق الشعب الفلسطيني بالعيش بحرية وكرامة على ترابه الوطني. وكان هنالك جانب عملي أيضا مرتبط بالتحديات التي تواجهها المنظمات وما هي الأدوار المطلوبة منا جميعا حتى نستطيع أن نتجاوزها. وكان هنالك شق أيضا مرتبط بالإمكانات التي يجب أن تخصص من أجل توفير ما يحتاجه أهلنا في غزة للتعامل مع هذا الوضع. بالتأكيد أيضا كان هنالك طرح حول الضفة الغربية. الضفة الغربية أيضا تشهد جرائم يومية من قبل الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. هنالك إرهاب المستوطنين، هنالك توسعة المستوطنات والبناء المزيد منها، هنالك مصادرة الأراضي، هنالك الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني وعلى مؤسساته الشرعية. كل هذا أيضا طرح للنقاش. وعندما تجتمع كما قلت 69 دولة وأكثر من 63 منظمة أممية وتخرج بهذه الرسالة فهذا حشد دولي وموقف دولي بالتأكيد يجب أن يكون الأثر. لكن بالنهاية المسؤولية الكبرى هي على القوة القائمة بالاحتلال. إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال التي تستمر في شن عدوانها على غزة في تحد واضح لإرادة المجتمع الدولي، في خرق مشين لكل قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرارات من محكمة
العدل الدولية وقرارات للجمعية العامة ولمجلس الأمن، وعليها تقع مسؤولية وقف هذا العدوان، وعليها تقع مسؤولية وقف تجويع الناس ووقف حرمانهم من حقهم في الحياة. ونحن كان لنا موقف واضح في ضرورة محاسبة كل من هو مسؤول عن هذه المأساة اللاإنسانية، عن هذه الكارثة التي دمرت مجتمعا بكليته. فاليوم كان يوما مهما، حشد هذا الرأي الدولي. بالتأكيد نحن كلنا مقتنعون أن نريد أن نفعل أكثر من ذلك. مهما فعلنا لن نؤدي ما هو مطلوب، لكن نقوم بما نستطيعه، نقوم بما نقدر عليه، لكن بالنهاية المسؤولية هي على القوى القائمة بالاحتلال، على الدولة التي تفرض هذه الكارثة على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة والعالم. وتحدث مارتن عن خطر توسع الحرب، وهذه أيضا حقيقة، احتمال توسع الحرب موجود. فبالنهاية السؤال يجب أن يوجه المجتمع الدولي كله، عليه أن يواجه إسرائيل وأن يقول إلى متى ستستمر إسرائيل في خرق القانون الدولي، في تحدي إرادة المجتمع الدولي، في خرق القانون الدولي الإنساني، في قتل الأبرياء، في تدمير مدارسهم، في تدمير مجتمعاتهم. هذا هو السؤال. وأيضا إلى متى ستبقى مستمرة في احتلال غير شرعي لا إنساني يحرم الشعب الفلسطيني من حق أساسي له وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني. هذا جهد من جزء من جهد مستمر وسيستمر، ونحن نعمل مع أشقائنا ومع شركائنا ونقوم بكل ما نستطيعه من أجل إسناد الشعب الفلسطيني ورفع هذا الظلم غير المسبوق عنه. شكرا. تامر صمادي، الجزيرة. مع الوزير أيمن الصفدي. اسمع الصوت. مع الوزير، يعني أنت تحدثت عن أن هذا السؤال يوجه للقوى القائمة بالاحتلال، لكن الملك تحدث اليوم عن مسألة بأن الإنسانية اليوم على المحك، وقال بأن شعب غزة لا يحتاج إلى كلمات منمقة. بعد كل هذا الكلام الذي طرح في المؤتمر اليوم، هل بحثتم مسألة الضمانات لنتائج لمخرجات هذا الاجتماع مع الجانب الأمريكي مثلا، حتى يلمس الشعب الفلسطيني في غزة نتائج ملموسة على الأرض جراء هذا الاجتماع؟ شكرا. نحن كلنا كما قال جلالة الملك وكما أكد قبل ذلك، نحتاج عملا حقيقيا يوقف هذه الكارثة ويساعد الشعب الفلسطيني. نحن نقوم بكل ما نستطيعه كمملكة أردنية هاشمية، مصر تقوم بدورها، الأمم المتحدة تقوم بدورها، وهي فعلا هي ما يجري الآن هو تحدي لإنسانيتنا المشتركة، وهذا موقف واضح وهذه حقيقة. إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي كله، تخرق القوانين الدولية كلها، وبالتالي نحن نعمل في إطار هذا الجهد من أجل أن نسير خطوة إلى أمام. على الأقل الآن ما أردناه من هذا المؤتمر أن نضمن أن هنالك حشد دولي وجهود دولية لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته. هذا ليس حلا، هذا بالنهاية تخفيف لمعاناة، ونقوم بكل ما نستطيع. وكان هنالك قرارات عملية فاعلة مرتبطة بهذا الموضوع، والمؤتمر هو بداية وليس نهاية. هذه القرارات التي اتخذها المؤتمر بدعم من كل الدول والمنظمات التي حضرت المؤتمر، سنسعى من أجل أن نضمن تنفيذ لهذه القرارات. وكل من حضر اليوم تحدث بوضوح عن الحاجة لعمل حقيقي لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة. فنحن لا نتحدث كلاما منمقا، نحن نقوم بفعل حقيقي تبدى في هذا الحضور الكبير، تبدى بالقرارات التي اتخذت، تبدى بعمق النقاشات التي جرت، وأصدر موقفا سياسيا واضحا. وهذا موقف له أثره عندما يصدر عن هذا العدد من هذه الدول وهذه المنظمات التي تمتلك الشرعية في أن تصف ما يجري ربما أكثر من غيرها، لأنها هي المنظمات التي على الأرض، هي التي قتل موظفوها، هي التي تعرض موظفوها للخطر، هي التي ترى بأعينها ما يجري على الأرض. فهذه رسالة مهمة نريد أن تتابع، وسنتابعها نحن من طرفنا. لكننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولياته إزاء وقف هذه الكارثة، وقف هذا العدوان، ومساعدة الشعب الفلسطيني على الحصول على حقوقه. أبعد من ذلك،
كما قلت هذه المأساة مستمرة لأن هنالك عدوانا إسرائيليا مستمرا وتتعامل إسرائيل مع العالم وكأنها محصنة. هذه الحصانة يجب أن ترفع لأن إسرائيل بعدوانها على غزة وبقتلها للشعب الفلسطيني ولحرمانها الشعب الفلسطيني من حقوقه هي عرت أيضا صدقية القانون الدولي برمته، ضربت صدقية مؤسسات العمل الدولي المشترك، وبالتالي تم مسؤولية مشتركة لأن نحمي هذا القانون الدولي ولأن نحمي منظومة العمل الدولية، لأن إذا سمحنا لإسرائيل بأن تقوضها فبالتالي الآن يدفع ثمن ذلك الفلسطينيون والمنطقة في المستقبل سيدفع ثمنها آخرون. سمحت لي مجرد إضافة بسيطة، تصور أن العمل الكثيف الذي قامت به مصر والمملكة الأردنية الهاشمية وغيرها من الدول العربية والإسلامية منذ اندلاع هذه الأزمة له أثر ملموس، والمراقب يشهد تطور وتحول في كثير من المواقف الدولية إزاء الأحداث في غزة. نرى الآن مطالبة من قبل مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، هذه المطالبة كانت هناك من يعترض ويعمل على عدم الوصول إليها، هناك قدر أكبر من التفاهم لأبعاد القضية وإحياء مرة أخرى أهمية التوصل إلى حل مبني على حل الدولتين والمطالبة بذلك والذهاب إلى ضرورة تنفيذ الحل وليس مجرد الحديث باستمرار مفاوضات ومشاورات لم تؤتي بثمار على مدى 3 عقود الماضية. هناك تطور في إطار محكمة العدل الدولية، محكمة الجنائية الدولية، فالجهد الذي بذل على مستوى الثنائي وعلى مستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي تأكيد كان له واقع، بالإضافة إلى ما يشهده العالم من خروقات للقانون الدولي الإنساني واهتزاز المنظومة القواعد الدولية والأخلاقية التي تحكم العالم المتحضر. إنه كثير من الدعوات احترام حقوق الإنسان وضعت موضع الاختبار الحقيقي، وللأسف الكثيرين اضطروا يواجهوا الإخفاق في الدفاع عن هذه المبادئ والحقوق بشكل متساوي وبدون ازدواجية معايير. هديل CNN. مساء الخير جميعا، هديل غبون من CNN بالعربية. سؤالي للسيد جريفيث فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن بالأمس، هل تتوقعون أن يكون هناك ضغطا أكبر من الجانب الأمريكي على إسرائيل من أجل تسريع تفعيل هذا القرار، خاصة وأن المبعوثة بالأمس تحدثت عقب صدور هذا القرار بأن إسرائيل مستمرة في عمليات العسكرية في قطاع غزة؟ وشكرا. Well, I don't speak for the United States of America. I don't actually speak for the United Nations Security Council. الأمريكية. But what I do. ولا أتحدث بالنيابة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن ما تحدثوا عنه في وظيفتي كقائد للمجتمع المساعدات الإنسانية، بأننا نأمل بأن القرار الذي تم الاتفاق عليه سوف يكون له تأثير بما وصف بأن هناك حاجة له، واليوم أكد على هذا الأمر بأنه كان واضحا ما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو إيقاف لإطلاق النار. هؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون بأنه بإكمال بأن يستمروا بالحرب على قطاع غزة وأن يبقى الوضع على ما هو عليه وسوف يصبح الوضع أسوأ مما توقعنا وأصبح حتى أسوأ من نهاية الأسبوع الماضي، نأمل بأن هذا الاتفاق في الرأي المجتمع الدولي وبهذا المؤتمر الذي تم استضافته من قبل الأردن بأن يكون له هذا التأثير، وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لكل الحكومات التي كانت حاضرة في نيويورك بالأمس على طاولة التي اجتمعت أيضا هنا اليوم في الأردن بأن نأخذ الخطوات التي نعتقد بأنها صحيحة والتي يتوقعها الناس منا. شكرا جزيلا.
I would like to add that Israel is now. الكل يرى إلى إسرائيل الآن على أنها دولة لا تحترم القانون الدولي، تخرق القوانين الدولية، وهي أصبحت دولة منبوذة، وهذا أمر نراه يتبدى في تعابير الدول عن مواقفها التي تغيرت كثيرا منذ أن بدأ العدوان حتى الآن. الآن اتخذ مجلس الأمن هذا القرار، كلنا دعمنا هذا القرار لأننا كلنا نريد وقفا لإطلاق النار، نريد إنهاء للقتل والدمار. والسؤال الذي سيواجهه العالم قريبا جدا، ماذا إذا رفضت إسرائيل أن تنفذ هذا القرار كما رفضت أن تنفذ عديد قرارات صدرت، أو كل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وعن منظمة الأمم المتحدة؟ هل عند ذلك سيواجه العالم تحدي كبير، وهناك ستكون اللحظة التي تكون فيها مصداقية العالم كله على المحك، إنسانية العالم كله كما قال جلالة الملك اليوم على المحك؟ فما حدث مهم، خطوة لكن ليس النهاية، وكلما استمرت إسرائيل في عدوانها كلما أصبحت منبوذة أكثر، وكلما أدرك العالم عبثية ما تقوم به أن إدعاءاتها كلها إدعاءات غير صحيحة وغير منطقية. وعلى العالم أن يتحرك. سمعنا اليوم أحد الوزراء المتطرفين العنصريين اللا إنسانيين في الحكومة الإسرائيلية يدعو إلى سحل الفلسطينيين في الشوارع. لو صدر هذا الكلام عن أي وزير في حكومة أي دولة أخرى في العالم، ماذا سيكون رد المجتمع الدولي؟ فعندما نقول أن القانون الدولي على المحك، أن صدقية القانون الدولي على المحك، أن الاستثنائية في تطبيق القانون الدولي باتت حقيقة مرة تقوض هذا القانون الدولي، الحقائق على الأرض تثبتها أيضا. كلنا نريد لهذه الحرب أن تتوقف، كلنا دعمنا قرار مجلس الأمن منذ أشهر ونحن نعمل من أجل أن نحصل على هذا القرار، واليوم حصل، لنرى ماذا تفعل إسرائيل. وكما قال أخي سامح، كان هنالك جهود كبيرة أثرت في مواقف الدول، رأينا عدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، رأينا عدد الدول التي باتت أكثر وضوحا في رفضها لما تقوم به إسرائيل، ونحن مستمرون في هذا الجهد ليس فقط لوقف العدوان ولمساعدة الشعب الفلسطيني، أيضا لتعرية كذب السردية الإسرائيلية التي تشوه الحقائق وتقدم طرحا كاذبا إلى العالم حول حقيقة ما يجري وحقيقة ما تقوم به. آخر سؤال باللغة الإنجليزية، NPR please. Thank you so much. Jane Arau from National Public Radio. If you can hear me, this question is for the foreign ministers and another for Mr. Griffiths. This isn't the first call for Israel to open its borders. وزراء آخرون في هذا الاجتماع، ربما هذه هي ليست الدعوة الأولى حيث لفتح الحدود من أجل المساعدات، وأعتقد أننا نتفق أن إسرائيل لا تكترث كثيرا حول الإدانات العالمية، وكذلك ربما لا تكترث بالقوانين الدولية. دولتين عربيتين قد قامت بتوقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل. متى يمكن أن نتخذ خطوات حقيقية سواء دبلوماسية أو غيرها اتجاه إسرائيل، وكذلك عمليات الإنقاذ لهؤلاء المحتجزين، وكذلك ما تسببت به من خسائر قادتنا إلى مفهوم في غزة هو أن الولايات المتحدة التي كان من المفترض بها أن تقوم بتقديم المساعدات قد تسببت، وربما ذلك قوض رغبة الأمم المتحدة في العمل على سلام. ربما تلك المداخلة كان لم تكن فقط أو لم تقوض فقط مداخلات الولايات المتحدة، ولكنها كذلك تقوض وضع العالم. يجب أن يكون هناك معيار واحد يتم تطبيقه على الجميع وأن يستمر، ولذلك فإنه مثل هذا الوضع وفقدان الاستجابة أو قلة الاستجابة لهذه الدعوات حول خروقات حقوق الإنسان، يجب هذه القوانين المتعلقة بهذا الأمر يجب أن يتم تبنيها وتنفيذها. فما ستقوم به الحكومة المصرية في ضوء هذه التطورات،
هذه الأدوار التي قمنا بها من أجل أن ندعم الدور الفلسطيني وكذلك إدارة العلاقات الموجودة أصلا والاستمرار في العمل على الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في نهاية هذا النزاع وتقديم المساعدة الضرورية وكذلك المساعدة في عملية إعادة البناء، كل ذلك من أجل استدامة الحياة في غزة والتي كانت عرضة وهش جدا، عرضة للخطر وهش جدا. يجب أن نعبر كل هذه الجسور لأجل القيام بهذا الأمر. أريد أن أقول أن الأمر لا يعود فقط إلى الأردن، لكي نتأكد أن إسرائيل أو أي من دول العالم تلتزم بقوانين حقوق الإنسان وحقوق العالم. حقيقة كنا نحث العالم كله من أجل أن يلتزم من أجل أن يحمل المسؤولية وأن يسائل إسرائيل لخروقاتها لقوانين العالمية والدولية وقوانين حقوق الإنسان. ونزال نستمر بهذا القول، نقول بأن هذه الأفعال يجب أن يتم مساءلتها وأن القانون الدولي يجب أن ينطبق على جميع بنفس الطريقة، ولا تستطيع إسرائيل أن تستمر بمثل هذه الأعمال وهي محصنة من أي عقوبات. جهودنا الدبلوماسية تستمر، ومرة أخرى مصر أو الأردن لا يستطيع القيام بهذا الأمر بشكل مفرد. قمنا بكل ما نستطيع القيام به، ليس فقط حول هذا العدوان ولكن في كل وقت مضى، من أجل أن نتأكد أن الفلسطينيون وكل منطقة أن تكون في سلام. هذا هي الطريقة الوحيدة حتى من أجل السلام لإسرائيل. قلنا للسفير الإسرائيلي أنه غير مرحب به، لا هو ولا كادره، وأيا كان الأمر الذي نعتقد أنه يمكن أن يوقف العدوان وأن يجلب السلام وأن يكون للفلسطينيين كل حقوقهم في دولتهم، نحن في المملكة الأردنية نقوم به. لن يتم جر أرجلنا في نزاع إقليمي وهو ما يريده الراديكاليون في إسرائيل. نجعلهم يقوموا بإملاء أجندتهم علينا، لأننا إذا ما قمنا بذلك فهذه تعتبر أكثر حكومة متطرفة. هم لا يريدون أن يعطوا الحرية للفلسطينيين، وهم حتى لا يسمونهم بشر، هم يطلقون عليهم حيوانات. فهذه هي أجندة كراهية، أجندة عنصرية، ولن نسمح لهم بفرض هذه الأجندة، ولن نسمح لهم لجري أرجلنا في مستنقعهم. ففي النهاية نحن كبلد لدينا تاريخ، وسنستمر بالعمل في دعمنا للفلسطينيين ولحقوقهم من أجل أن تعيش المنطقة بأكملها بكرامة وبسلام. سنستمر بهذا العمل، ونحن نؤمن أن حل الدولتين هي الطريقة الوحيدة التي ستجلب النهاية لهذا النزاع، وكذلك تعطي الحقوق الشرعية للفلسطينيين بأن يعيشوا بسلام وبكرامة، وتضمن كذلك السلام لإسرائيل. هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيكون لمنطقتنا فيها السلام. ونحن رأينا تداعيات هذه الأمور منذ 7 من أكتوبر. إذن مبادئنا واضحة، قمنا بالعمل ونستمر بالعمل بالتوافق مع مبادئنا وبطريقة تعكس عدم تنازلنا عن حقوق الفلسطينيين، وأن تعبر عن التزامنا بسلم مستدام. ونحن نحاول أن نتجاوز عن أي عقوبات قد تواجهنا في الطريق وفي المستقبل، بحيث يكون الفلسطينيين في مستقبل دولتهم التي يعيشون فيها. هذا ما تقوم به الأردن، وهذا ما سنستمر بالقيام به. ومرة أخرى لن نسمح لأي عنصريين أو متطرفين أو راديكاليين أن يقوموا بفرض أجندتهم في المنطقة. هذا سؤال جدي جدا ومسألة مهمة جدا. أنا كان لي الشرف أن أنخرط في عملية السلام مع الأمم المتحدة لكي يكون هناك قرار في تلك العملية. هناك الكثير من الأمور التي تم طرحها كما هي الحالة بالنسبة للعمليات الإنسانية في أي مكان من العالم ليس لها علاقة بأي عملية عسكرية. لا نستطيع أن ننخرط أو بالاقتراب من أي عمليات عسكرية، حيث في النهاية
قررنا أن نستمر وتقديم بهذه المساعدات. لماذا؟ لأننا كنا نؤمن ولا نزال نؤمن أن أي مساعدة إنسانية يتم إدخالها يجب أن يستمر بإدخالها في غزة. تحدثنا بالأمس وهناك بعض النقاط المثيرة للقلق، حيث أنها يمكن أن تعذر أي انخراط إنساني في المستقبل في الخطر. الكادر الذين كانوا منخرطين في هذه العمليات الإنسانية، أنا نفس الشيء، ليس لدي أي دليل، لكننا نحاول أن نقوم بعمليات تقييم أمني، وكذلك لدينا بعض التواصل مع مسؤولين في نيويورك، وقد قمنا بالتواصل معهم بالأمس لكي نرى إذا ما كانت الأمور صحيحة ومتينة بالنسبة لنا من أجل الانخراط بهذه العمليات الإنسانية. وكما تم الكشف عن ذلك، قاموا بتوقيف على هذه العمليات الإنسانية حاليا من أجل أن يكون هناك تقييم أمني ولكي يسمح لنا بمعاودة أو الاستمرار بهذه العمليات. أنا متأكد أننا سنعاود القيام بهذه العمليات، ولكننا علينا أن نكون حذرين. Thank you everyone. We have flights to catch.